السلام عليكم لجميع المتابعين. اليوم راح استخدم برنامج جوجل ايرث في الفي ار، صراحة حاب اجربه. اليوم راح تكون لفة يعني حول العالم اعتقد، بس بالفي ار من طريق جوجل ايرث. صراحة منظر الارض كثير حلو، حتى لو تطلع فوق يعني صراحة مزبطينها، صراحة كثير حلو. فهلا في عندهم تورز، سيتيز، نيتشر. فنروح مثلا على أول بلد، هي بلغاريا صوفيا. صراحة كثير حلو، يعني الزوم فيها رائع، معرفش كيف عاملين صراحة، اشي رائع صراحة. بتشوف كل شي التفاصيل من فوق. خلونا نبعد شوي. دخت والله، كيف هيك؟ لا من فوق، لا ايوه تمام. خلينا نجرب نروح الإمارات. وين أنا موجود؟ شوف إذا عاملين 3D ولا لا. ما أعتقد عاملين 3D. لا لا مش عاملين 3D زي. خلونا نرجع على المنيو. مثلا نروح على ألمانيا. صراحة شي كثير حلو، جد الـ VR شي بجنن. كيف هيك عاملين؟ صراحة شي رهيب. هذول السكن حتى عاملينه، شوف الشجر، جبال، نحاول نمشي مثلا، والله عاملين. دور من الناس بس كيف نمشي؟ نافيجيت روتيت. اوكي نرجع. مثلا نروح السكنات نجرب. إذا في صورة، ما في صورة، هون في صورة. هلا انتو حامليني هلا. بس والله يعني صراحة شي رهيب. نطلع نشوف مانيو شي تاني. نروح مثلا برازيل، اعتقد هدول هم اللي عاملين فوكس عليها باللعبة. يا سلام، والله صراحة كثير حلو. شكله خوف.
في هناك عاملين شي غلط ولا ايش؟ والله عاملين ابراج هون ترى اتصالات شكلها فوق الجبل. شوف شو هالمكان. عارف شو احكي لكم صراحة، شي كثير غريب انك تقدر تنزل لعند الشارع، بس ما بعرف ايش مش عم بصير واضح، يمكن لازم تستنى ملعب كرة. شوف السريع، شوف التوس، شو عند التوس ووتر ديزرت سيتيز. والله هذا هاي في التوس احنا ما في داعي يعني نسوي شي، هم بودونا. صراحة جدا حلو، كأنك عن جد بالفضاء. أربع دقايق بس ما بتحرك في بوز. ماشي تدور 4 دقايق. وين هاد؟ نيويورك. صراحة كتير حلو صراحة هذا البرج القديم اللي وقع بنبنى، كثير حلو صراحة. وين ها؟ بيرس تريلي. صراحة شي بجنن صراحة، والله كيف عاملينها؟ مغلبين حالهم عسكر، شو التصاميم هاي ولا كيف ماخذينها؟ فوق الجبال كاب تاون هنا ساوث افريكا، كله خضار هون. باريس هاي، يا سلام نقدرش ننزل؟ والله شي كتير حلو يا جماعة. ساو باولو برازيل مليانة مباني ما شاء الله. هاي من فوق، نفسها من فوق بس. لندن هذا اللي حاب يسافر عن جد بدون مصاري يلعب او يدخل برنامج الـ VR جوجل ايرث.
لاس فيغاس من دالي باي. شو هالمكان؟ صراحة برنامج رهيب، بس خلوني آخر إشي أحط دبي، يمكن دبي فيها. يمكن أعتقد فيها 3D. أعتقد مش عارف، خلينا نشوف. أكتر إشي بدور من هون. سمعت قد فيها لا ولا فيها شيء. أعطوني رأيكم بالبرنامج، صراحة برنامج جدا رهيب صراحة. يعني الواحد بشوف كل شيء قدامه مصغر، شوف كيف. روعة روعة صراحة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.